أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ضيف الحلقة اليوم رجل أعمال استقبلنا في المنزل متاعه، هو رجل أعمال مختص في مجال الطاقة، سي العربي التونسي. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في دار، وهذه هدية بسيطة لكم أنتم. شكرا لك على الورود سي العربي. احنا نحب ندخل طول في صلب الموضوع باش نتحدث اليوم على المجال متاعك اللي هو اختصاصك الطاقة. لو تحدثنا معناتها على الطاقة، الموضوع المرة فاتت ما حكينا وصورته معايا المرة فاتت الموضوع وحكينا في كل شيء. باهي قص له. احنا نحب الموضوع نتلطفوا فيه شوي. الحديث هذاك ما مشيش، ما عجبش برشا جماعه. الحديث هذاك ما مشي، مش متحدث اكثر من هكاك. ما عجبش برشا جماعه الحديث هذاك. شنو هو مجموعه هذا اخر طلعه تو؟ شنو ما عجبش برشا جماعه هذه تو؟ انا نقول لك باش نعمل الاف مواطن الشغل وباش نخدم العباد وانت تقول لي ما عجبش؟ تو هذا حديث؟ بالله اش يحبوا اش يحبوا؟ ما فهمونا اش تحبوا، فهمونا اش تحبوا بالضبط، فهمونا. والله غالب العباد ثم عباد ما تهمش تخدم البلاد. ما تحبش، احنا راهي شركاتنا في العالم الكل. احنا رانا دخلنا ادغال افريقيا، تعاملنا مع الراتشات الكل، اللغات الكل فهمناها. الا العباد هذه ما نجمش نتفاهموا معاها. نفهم فيك يا سي العربي، تو احنا نحاولوا معناتها قبل ما نعاودوا نسجلوا، نلطفوا الاحداث شويه باش نمروا المسار. تو انت ما شاء الله هاز حمل الطاقات اللي معناتها هنا الموجوده، وانت معناتها الطاقه كبيره وشركاتك كلها في برا معناتها وفاهمين الطاقه بتاعك. لا 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 لا، ما غير انا هذاك وحديث ما بدل شيء، ما بدل شيء. انا انسان نحب نخدم البلاد، البلاد هذه فيها طاقات، انا نحب نخدمها البلاد هذه. يا انا مستغرب يا رسول الله، والله مستغرب بالحق. تو جماعه هذوما لا ينبوا لا يخلوا شكون يندب، لا يحلبوا البقره ولا يشدوا البقره. دغال زيد يحبوا البقره، يحبوا يحلبوها، يحبوا يمصوها، يلقوها بقره حلوب. اي نعم الجماعة هذوم هذا ديني حتى في حياتي، يحبوني يخلوهم يحلبوها البقرة. اي نعم يحبوا يخلوني يحلبوها البقرة، يحبوا يكرعوا من الحليب طول هكا. انا ما خليهمش، نقول لهم سايبوا الحليب وسايبوا البقرة، سايبوا البقرة. معناتها انت حسب فهمت، معناتها انت عندك طاقة كبيرة معناتها وتحب تران على الطاقات هنا الموجودة. اي الطاقة يا ولدي، الطاقة الطاقة. صار الطاقة. اي الطاقة يزي ما صدرنا النفايات، يزي ما خرجنا النفايات. راه النفايات ولت في كل بلاصه، تعبت الدنيا بالنفايات، تعبت النفايات ولت شاده الكراسي. راه النفايات في كل بلاصه، النفايات ضربت في الاقتصاد، في الثقافه، في الصحه، في كل بلاصه النفايات. انا والله خايف لو نواصلوا هكا تهجم علينا الفيران والناموس، خايف الحق. معناتها النفايات انت تقصد تنجم تجيب الناموس والفيران؟ اي شنو الحل معها النفايات هذيا اللي كما تحكي انت في كل قطاع، حتى دخلت حتى في الاعلام، دخلت في الثقافه، دخلت النفايات. شنو هو الحل معها النفايات؟ لازم رسكلت النفايات، لازمها تترسكل من الاخر، لازمها تترسكل، لازم رسكلها وعصرانها النفايات باش يخرج الطاقه. هذا هو الحل الوحيد، ما عندناش حل اخر. اي معناتها الى متى مش يتواصل الشيء هذايا؟ شنو نجمو نعملو الى متى؟ خالود يا ليت خالود، يعني نقول لك راني محاصر بالنفايات، يحبوا يخنقوني بالنفايات والزبله، يحبوا يقتلوني بالزبله والنفايات. وانت ما تشمش؟ ما تشمش ولا خشبك مسكر؟ لا قاعد نشم لا محاله، لكن معناتها حسب تو ما فهمت من كلامك الصعيب شويه الحق. معناتها كل انسان والزبله نتاعه، معناتها الزبله هذه معناتها تنجم تنفع، الزبله تنجم معناتها كل مواطن معناتها وزبلته. يا ولد تنجم تسال عديد الدول في العالم كيفاش النفايات خرجت منها الطاقه. اي نعم النفايات خرجت منها الطاقه في العالم اجمع، لكن هنا لا غالب. عندنا شكون يحب الزبله؟ عندنا شكون متربي على الزبله يحب يعيش في الزبله؟ اش نعملوا هنا؟ رجال الاعمال اش عندنا ما نعملوا ترى؟ باهي سي العربي احنا تو خلينا نعاودوا نسجلوا ونلطفوا شويه معناتها في الحوار بتاعنا. نحاولوا نمروا الميساج نتاعك، خاطر كلامك صعيب شويه ياسر. يا ولد انا ميساج ونلطفوا فيه شويه باش ينجم يتهضم. شو عندي ملطف؟ انا كلامي ما نبدلوش. رانا مازلنا واحلين في سطل الزبله احنا ياسر العربي، خلينا بشويه معناتها نعاودوا الحوار ونلطفوا. يا ولد اش عندي ملطف؟ بالله اش عندي ملطف؟
مش عادي مالات في راس ولي. انا نقول لك النفايات دايره بيه من كل بلاصه والريحه بدات تنتهي والزبده انتهت وانت تقول لي لا اش فاهم انت تطيب. ما خلنا نهذبوا شويه وننقصوا خاطر الحديث باش نجموا نمروا الميساج يا سيدي. انا ميساج تمر يا دي العباد هذه نايه نبني وهم يهدوا نايه نبني وهم يهدوا ما يخلوك تعمل حتى شيء يحبوا يكتفوك بالعربي يحبوا يكتفوك ما يخلوكش تبني. باهي خلينا نغيروا الحديث شويه ونبدوا نصوروا. نغيروا قاعد 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 فيه البركة كهو. خلنا نبدو الحوار يا سيدي. ستوب 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 يز يا كهو هذا كهو كلام ما بديش كلمة واحدة ما نبدلوش الحوار نبدلو شوية في الحوار شوية. لا يا اخوي معايا عندي ما نعمل هاي سامحني سامحني فيس هاي عندي ما نعمل يعجبك يا اخي نيو نقول هكا وتقول لي هكا نيو نقول الزبلة وهو يقول لي نعمل حوار نيو نقول له راه الريحة انتهت ونعمل كبار نيو نقول له نبي وهم يهدوا هو يقول لي كذا هاي يرحم بيك تقعد عندي بقى الكاميون بتاع البلدية مش تعدى عندي شوية زبلة مش اخرج هالة وسع بالك يا سي العربي وسع بالك طب ما نلطفوا شوية باش نشمل عن ارواحنا نيو نقولك هكا وانت تقول لي هكا وهذه خطلعة اخوي اقصد ربي بر راني عندي ما نعم مش تعدى كاميون البلدية عندي بارشة زبلة مش نطيش هالة قاعد تشم في الريحة تاني هدوني باش يبدلوني بالنفايات فيها الزبلة والشمس نجم حتى نصدر وراه مش لعبة الحكاية تصدر معناتها قصدك الطاقة ولا النفايات؟ الطاقة 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 تبيع النفايات تزينة من تصدير النفايات صدرنا البلايص الكلية بعثنا لها النفايات وصدرنا لها النفايات مش النفايات النفايات خويا الذري برا ولا الحق نتاع ربي مسكينة هالبكرة ولا مسكينة مصاها ما خلوا فيها حتى شيء